دفن الأقباط قتلاهم في جنازة واسعة، إلا أن غضبهم لم يدفن بعد رغم محاولات السلطة الدؤوبة ترطيب الأجواء بعد حوادث القاهرة الدامية، وأهم الخطوات بدء الحكومة المصرية تحقيقا في المواجهات العنيفة التي أسفرت عن مقتل 25 شخصا معظمهم من الأقباط وجرح 329. هذا وألقي القبض على 40 شخصا على الأقل، وأعلنت السلطات عن تحسين أوضاع المسيحيين وتطوير القوانين المتعلقة بهم. يبدو أنه كان هناك تعليمات بالتعامل بمنتهى القسوة واستخدام حد أقصى من العنف. لم أرى في حياتي مدرعات للجيش تدهس مواطنين وكأنها في سبأ. مقابل المرحلة الانتقالية الهشة في مصر، غضب الشارع يتعاظم إزاء الحكومة، خصوصا بعد دعوات إلى استقالة رئيسها رغم القرار القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي. من جهتها دعت السعودية المصريين إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والحفاظ على وحدة بلادهم، وأكد مصدر مسؤول أن المملكة تعتبر مصر قلبا نابضا للأمة العربية والإسلامية. وكانت المواجهات اندلعت الأحد على هامش تظاهرة للأقباط في القاهرة احتجاجا على إحراق كنيسة لهم في الصعيد. ويشكو الأقباط الذين يمثلون ما بين 6-10% من سكان مصر من تعرضهم للتمييز والتهميش، كما تعرضوا لعدة اعتداءات أبرزها 3 هجمات كبيرة على كنائسهم بعد ثورة 25 من كانون الثاني. وفي تطور متصل لامتصاص غضب الشارع، أعلنت السلطات المصرية إعدام همام الكموني واسمه الحقيقي محمد أحمد محمد حسين المدان بقتل 6 أقباط في حوادث منطقة نجع حمادي.